أهلا فيكم بقناتكم ملخص فيلم معدانا. فيلمنا اليوم هو كاريرز. يبدأ الفيلم مع براين وحبيبته بوبي وأخو داني ورفيقته كيت. بيكونوا بالسيارة على الطريق ومتجهين على البحر، المكان اللي براين وداني إلهم فيه ذكريات ما بتنسى. ومن خلال حديثهم بنعرف إنه في فيروس منتشر بالعالم وبينتقل بالعدوى، وبناء عليه بيحط براين قواعده الثابت بالتعامل مع هالوضع، وأهمها إنهم يتجنبوا أي شخص مصاب، وحتى إذا طلب المساعدة ما يساعدوه، لأنه بكل الأحوال هالشخص المصاب آخرته حيموت. وهن ماشيين بطريقهم بيشوفوا سيارة قاطعة الطريق، وصاحب السيارة بيقول لهم يتبادلوا معه، هو بيعطيهم أكل وهن بيعطوه بنزين لأنه مقطوع منه ولازم ياخد بنته على المستشفى. لكن وقت اللي بيشوفوا البنت بتطلع مصابة بالفيروس وبيجن جنان براين، وبيطلب من صاحب السيارة يبعد سيارته فورا عن الطريق لأنه ما فيهم يساعدوه. فبيرفض فرانك اللي هو والد البنت، وبيشوف إنه براين مشي بالسيارة فبيهجم عليهم وبيضرب شباك السيارة، لكن براين قدر يلف من جنب السيارة ويعدي، بس السيارة ضربت بالحجر فخزان الزيت انكسر وعطلت فيهم وما بقى يعرفوا يعملوا شيء. فاقترح داني انهم يرجعوا ياخذوا سيارة الاب وبنته ويكملوا معهم، لكن كيت بتعترض وبتقله بانه بهالشكل حنصير معرضين للعدوى من البنت. لكن بالنهاية ولعدم وجود حل بديل بيوافقوا وبيرجعوا. بياخذوا معهم بنزين وكلور وبيحطوا الكمامات، وبنشوف براين فيما بعد عم يهدد فرانك بالمسدس وبيقله انا رح اخذ السيارة. فبيرد عليه فرانك وبيقله ما فيك تقتلني لأنه دمي حيغرق السيارة وممكن يكون مصاب، فكيف ساعتها حتركبوها؟ وبيضل براين يهدد ويتوعد، لكن اللي معه بيهدوا لحد ما يقلن فرانك بأنه سمع بالراديو أنه مركز مكافحة الفيروسات عامل مركز صحي مأمن جوا مدرسة بمدينة قريبة، وبأنه قدروا يعملوا مصل ممكن يعالج الفيروس، وأنه لازم ياخد بنته لهنيك. فاقترح عليهم المشاركة. فبيرد براين وبيقله أنه هالحكي كله خرافات وما في مصل، وبأنه هالكلام سمعناه كتير. لكن بنشوف فيما بعد بأنه داني بيقدر يقنع براين وبيركبوا السيارة معهم، لكن بيخلوهم يركبوا بالكرسي اللي ورا وبيعزلوهم بمشمع. بينطفوا السيارة وبيعقموها بالكلور وبيكملوا بالطريق، وبيوقفوا محل ما كانت سيارتهم معطلة وبياخدوا منها الأكل والماي، وبيكملوا بطريقهم. وبراين وبوبي عم يمزحوا طول الطريق، وبسبب استهتارهم كانت السيارة رح تقلب فيهم. وبعد شوي بيصادفوا سيارة مركونة على جنب الطريق، فبينزلوا لياخدوا منها بنزين، فبيلاقوا فيها واحد مصاب بالفيروس عم يلفظ أنفاسه الأخيرة، فبياخدوا البنزين وبيكملوا لحد ما يكون صار الليل. فبيركنوا السيارة على جنب وبينزلوا ليناموا ويرتاحوا شوي. فبتلمح البنت صغيرة صورة بالسيارة وبتسأل داني عنها، فبيقلها هي صورتي مع أخي براين بالشاطئ اللي كنا متعودين نروح عليه ونحن صغار مع أهلنا، وهنيك في أوتيل مهجور من 3 سنين ونحن لهنيك رايحين لأنه موجود بمنطقة معزولة وما فيها حدا، وحنضل فيه لحد ما ينتهي المرض. وبعد شوي بيشوفوا سيارتين ملاحقين بعض على الطريق، فبيركضوا ليطفوا النار بسرعه قبل ما حدا ينتبه لهم. فبيشوفوا انه في واحد طلع من السياره الاولى، واللي عم يلاحقوا بالسياره الثانيه طلع وقتله، وهالشي طبيعي بالوضع الحالي للناس انه يقتلوا بعضهم لحتى يتزودوا بالموارد الاساسيه اللي هي الاكل والمي والبنزين ليقدروا يصمدوا لحد ما ينتهي هالوباء. ثاني يوم بيوصلوا لوجهه فرانك وبيشوفوا الجثث مكومه بكل مكان بالمدينه، وبيكملوا ليوصلوا للمدرسه اللي المفترض فيها المركز الصحي، لكن البنت الصغيره كانت خايفه تضل لوحدها فبتتطوع بوبي تضل معه، واكيد براين بيرفض. فبترجع بوبي وبتقنعه، بتاكد له بانها رح تعمل مثل ما قال له وما تقرب على البنت. بيدخلوا على المدرسه وما بيلاقوا فيها حدا. لبعد شوي بيلمحوا ولد عم يركض، فبيلحقوه ليوصلوا على قاعه كبيره مليانه اسره، وبيلمحوا دكتور معه شويه اطفال. فبيحكي له فرانك عن بنته وبيساله عن المصل، فبيقول له الدكتور بانه المصل ما قدر يعمل شيء غير انه يوقف اعراض المرض لمده 3 ايام، وبعد هيك بيموت الشخص. بنشوف الدكتور فيما بعد عم يجهز جرعات من البوتاسيوم ليعطيها للاطفال مشان يتعذبوا ويعيشوا أكثر مع آلام أعراض المرض وحتى يموتوا بسرعة. فبيترجوا داني وكيت وفرانك إنه ما يقتل الأطفال، فبيقلن براين بإنه هالأطفال على الحالتين حيموتوا فهيك موتهم أريح إلهم. بيطلب فرانك المسدس من براين فما بيعطيه، لكن داني بيعطيه بمحاولة من فرانك لحتى يوقف الدكتور، لكن الدكتور بيقله ما عاد في شيء ممكن نعمله، وموت الأطفال بهالشكل هو رحمة إلهم من عذاب هالوباء. فبينزل فرانك المسدس وبيتركه على الأرض لبراين وبيطلع. بهالأثناء كانت بوبي عم تلعب البنت الصغيرة لحد ما وفجأة بتوقع البنت وبتختنق، وما بقى في حل عن بوبي إلا إن تشيل العازل وتحط لها قناع الأكسجين. هون الطفلة تسعل بوش بوبي، فبتجي آثار دم السعال عليها ليكونوا بهاللحظة كانوا طلعوا من المدرسة. فبترجع بوبي بسرعة بتلزق العازل وبتمسح وشها وبتجلس قعدتها، وطبعا ما بتقلن شي عن اللي صار. وبعد شوي بتطلب الطفلة من أبوها تروح تواليت، فبيطلع فرانك عليهم وعرفان إنه إذا راح مع بنته رح يروحوا يتركوهن، فبيطلب منها تروح لوحدها وهو عم يراقبها. لكن وبعد خطوتين من البنت الصغيرة توقع وبيركض
بياخد فرانك عليها وبيحملها وبيرد بيطلع فيهن بيقول له لداني انت شخص كويس لا تخليني غير فكرتي عنك دقايق ورح ارجع لكم. لكن اول ما لف فرانك داره شال براين شنطه وشده لداني مشان يركب السياره وداني عم يقول له حرام نتركهم لوحدهم هون لكن وتحت اصرار براين بيركبوا ويمشوا. اما فرانك فبيكون متاكد انه حيتركوهم لهيك بيشغل بنته بغنيه مشان ما تنتبه لهم وبنشوفهم فيما بعد وهن عم يعقموا السياره مكان فرانك وبنته ومع انشغالهم بالتنظيف بتكون بوبي رمت الجاكيت تحت السياره وكملوا ليلمحوا على الطريق فندق وينزلوا مشان يرتاحوا فيه قبل ما يكملوا طريقهم للشاطئ. بيدخلوا الفندق وبيلاقوه فاضي. بيقرب براين من بوبي ليبرر له تركه لفرانك وبنته لكن بوبي بتبعده فبيقول له انه كان مضطر يعمل هيك لانه كل اللي بده اياه هو انهم يوصلوا للشاطئ بسلام. وبعد شوي بنشوف براين عند المسبح وبايده عصايه وعم يفحص فيها ميه المسبح وفجاه بتظهر له جثه فبيرتعب وبيوقع لكنه بيضل ماسك بالخشبه اللي كان واقف عليها وهو عم بيصرخ لداني مشان ينقذه قبل ما يوقع وينصاب بالعدوى وبالفعل بيلحقوا داني على اخر لحظه. بعدها بنشوف براين وهو بسياره الجولف ومسرع فيها وهو مبسوط لكنه ما قدر يسيطر عليها فبينط منها قبل ما تنقلب فيه. بتركض بوبي لتطمن عليه فبيشد لعنده لكن بتبعده بحجه انه ما بدها توسخ حالها بالرمل بس الحقيقه هي انه ما كان بدها تعدي. لبعد شوي بنشوف داني وكيت وبراين عم يلعبوا جولف بانهم يكسروا شبابيك الفندق لنشوف واحد من الشبابيك اللي تكسروا اوضه مليانه اسلحه وادويه واقنعه اكسجين مثل القناع اللي كان على وش الجثه اللي بالمسبح وكمان بنسمع بالاوضه صوت لاسلكي وحدا عم بيقول نحن راجعين وبطريقنا للفندق يا لاري لنكتشف بانه لاري هو الشخص الميت اللي بالمسبح. وبالليل وقت كانوا داني وكيت عم يستكشفوا الفندق شافوا عالم وركضوا وتخبوا منهم لكن لقوهم ومسكوهم. اما براين فبيكون تحت شاف واحد منهم فضربه وثبته لكن بيكون الباقيين طلعوا ومعهم داني وكيت وبوبي وتكاتروا على براين وضربوه وسالوه على لاري حارس امن الفندق فبيقول لهم براين انه لقوا جثته بالمسبح فبيفكروا انه براين واللي معه هن اللي قتلوا لاري لكن داني بيقول لهم انه وقت اجوا لقوه على هالحال فبيقوم واحد منهم واللي اسمه توم وبيقول لهم يروحوا بعد ما اخذوا البنزين منهم ولما اجوا ليروحوا اللي كانوا مع توم مسكوا البنات وقالوا لهم انتوا حتضلوا معنا ولما اجى براين ليمنع هالشي هددوه بالمسدس فقال لهم توم هي مو اخلاقنا واتركوا البنات يروحوا معهم ولما رفقاته رفضوا رفع عليهم المسدس لكن طبعا هن اكثر منه فهددوه بالاسلحه واخذوا من المسدس وبعدوا وقالوا للبنات يشلحوا ملابسهم لحتى يتاكدوا انهم مالهم منصابين فبيطالع بهالاثناء براين المسدس لكن ولما كشفت بوبي عن جسمه اتفاجئ بانه الكل عم يبعد عنه ليطلع ويشوف بانه طلعت مصابه فتركوهن وهربوا بسرعه مشان ما ينعدوا منهم. كملوا بطريقهم وهن لابسين الكمامات وخايفين ينعدوا من بوبي ووقفوا عند محطه بنزين على امل يلاقوا بنزين قبل ما يخلص من عندهم لنشوف كيت وهي عم تقله لداني بانه لو بوبي بقيت معنا هننعدي منه ونموت كلنا ولازم تحكي مع اخوك بهالامر فبيروح داني ليحكي مع براين لكن براين بيكون معصب ومنهار من اللي حصل فبيسكت وبيركبوا السياره وبنشوف براين وعم يقله لبوبي تنزل من السياره فبتترجعهم المسكينه انه ما يتركوها لوحدها لكن براين وبالغصب بينزلها من السياره وبيعطيها مي واكل وبتضل بتترجعه وبتقول له ما كنت متاكده اني مصابه فبيقول لها انه ما تكذبي انت كنت عارفاني وانا حذرتك وقلت لك لا تقربي من البنت فبيتركوها وبيكملوا وهن بالطريق بيكون البنزين قرب يخلص فبيشوفوا سياره فبيسرع براين وبيقطع الطريق عليها ليلاقوا بالسياره تنتين. بينزل داني وبيقول لهم كل اللي بدنا اياه منكم شويه بنزين لكنهم بيرفضوا ولما بيبداوا يرجعوا بالسياره بيضرب براين نار عليهم فبيقتل وحده منهم والثانيه بتنزل بتضرب رصاصه برجله فبيقتلها كمان. اما داني فبيكون بحاله صدمه وبيهجم على براين اخوه بيقول له ليش عملت هيك فبيقول له براين انا عملت اللي لازم ينعمل وانت بعمرك ما حتقدر تعمل اللي انا عملته وقال له تتذكر اخر يوم قلنا بالبيت لما اخذت مسدس ابونا وكذبت على اهلنا وقلت لهم انه رح نرجع لهم وتركتهم وهن مصابين انت مستحيل تقدر تعمل اللي عملته فبيقول له داني انت قلت لي لما طلعت على اوضتهم لقيتهم ميتين فرد عليه براين وقال له انا قلت لك اللي انت حابب تسمعه ومشان تتركهم وتروح وضميرك مرتاح لانك على طول هاد وضعك بتحب تضل مطرحك وانا اللي اخذ القرارات الصعبه. بيكملوا طريقهم وبيشوفوا بيت فبيوقفوا عنده ليلاقي داني اي شيء يقدر يعالج فيه رجل اخوه. بيدخل للبيت وبيلاقي وحده ميته وبايدها سلاح فبياخده من ايدها وبيسمع صوت باوضه ثانيه بفوت عليها وبيلاقي فيها كلب عم ياكل بجثه بيشوف حبوب وبياخدها لكن بتوقع علبه منهم فبيهجم الكلب عليه وداني بيقتله. بيكشف داني عن جرح براين ليلاحظ بانه اخوه انعدى من بوبي. بالليل بيركنوا السياره على جنب ليرتاحوا اما براين فبيكون حاسب حسابه منيح واخذ مفاتيح السياره. بعد شوي بينام براين وهون بتلمح كيت لداني مشان ياخذ المفاتيح والمسدس وبالفعل بياخذ داني المسدس والمفاتيح من براين وقلبه عم يتقطع لكن هون كان براين صحي ونده لداني فقال له داني نحن لازم نتركك هون ونكمل لكن السياره ما اشتغلت بالمفاتيح الغلط لان براين كان بدل المفاتيح لانه كان عرفان ومتاكد بانه حيتركه ويكمله. بتقوم كيت بتعطي المسدس لداني وبينزل لعند براين فبيقول له براين يا بتقتلني وبتاخذ المفاتيح يا بتاخذني معكم لاني ما رح موت وحيد مثل كل اللي ماتوا لكن داني بيقتل
له وبيكمل مع كيت، وبيوصلوا للشاطئ والأوتيل المهجور اللي خلوه يسترجع ذكرياته مع أخوه، وهو عم يقول لنفسه ما بعرف قديش ممكن لسه عيش، لكن كل اللي بعرفه متأكد منه إني وبعد موت براين رح عيش وحيد. ولهون بيخلص فيلمنا لليوم. ما تنسى الشكر منك على تعبنا باللايك والسبسكرايب وتأكيد تفعيل الجرس مشان توصل لك ملخصات أفلامك اللي بتحبها. سلام.